أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الخط الأخضر. مظاهرات ومواجهات، شهداء وجرحى على الأرض، وحملة إدانات واستنكارات في أروقة مراكز صنع القرار تظهر رفضا ملفتا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. هذا الحراك يكشف زيف الادعاءات بأن الولايات المتحدة الأمريكية تقود العالم وفق هواها دون اعتراض. ردات الفعل ما زالت تتوالى، منها بحث أزمة قرار ترامب في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن، حيث تحمل في طياتها دعما دوليا لحق الفلسطينيين أمام قرار لم ينصفهم. في هذه الحلقة نناقش تبعات قرار ترامب بعد 3 أسابيع من إصداره وما تبعه من مواقف سياسية رسمية وشعبية وفق المحاور التالية. ردة فعل الفلسطينيين في الداخل. إلغاء زيارة نائب الرئيس الأمريكي إلى المنطقة. الردود الدولية والعربية بشأن قرار ترامب. لنقاش هذه المواضيع وغيرها أرحب بضيفي هنا في الاستوديو، عضو الكنيسة عن القائمة المشتركة حنين زعبي والمحامي والناشط السياسي علي حيدر، أهلا بكما. أهلا بك. وقبل بدء حوارنا نشاهد التقرير التالي الذي يستعرض أبرز أحداث الأسبوع الأخير. أهلا بكم مجددا سيدة حنين، سأبدأ معك. يعني كما شاهدنا في التقرير مظاهرات واحتجاجات في مختلف المدن الفلسطينية في مختلف العواصم العربية، ولكن ماذا عن الداخل؟ كيف تقرأين الاحتجاجات والمظاهرات التي خرجت في الداخل الفلسطيني؟ يعني الداخل كان جزء من موجة الغضب هذه ومن الاحتجاجات ومن مظاهرات. كان هنالك مظاهرتان رئيسيتان في سخنين، مظاهرة حاشدة جدا في الناصرة، في نفس الوقت كان هنالك على مفارق طرق، كان هنالك طلاب الجامعات الذين خرجوا للتظاهر، إلى جانب التظاهر هنالك نشاطات حول القدس وحول أهميتها. القضية ليست قضية التعاطف الوجداني، هنالك تعاطف وجداني مع القدس، والغباء في تصريح ترامب أنه ربما أراد لهذه الخطوة أن تكون جزء من صفقة العصر. ستكون هذه الخطوة جزء الذي سيقبر صفقة العصر، لأنه مس جزئية تمس الوجدان الفلسطيني. القضية كما دائما نقول وكما علينا أن نقول كقيادة سياسية ليست التفاعل الشعبي، ليس الوجدان الشعبي الذي يتعلق في القدس، بل السقف السياسي والأفق السياسي والرؤية السياسية. وهل نحن نعي أن هذا التصريح خلق واقع جديد ومرحلة جديدة تستوجب قواعد عمل جديدة، أم كما تعول على ذلك الإدارة الأمريكية والإسرائيلية أن هذه الهبة مجرد هبة مؤقتة ستخبو، وبعد أن تخبو الهبة هم مستعدين الآن إلغاء زيارة مايك بينس، مستعدة الولايات المتحدة الآن أن تلغيه كجزء من امتصاص غضب. لماذا؟ لأن التعويل على أن السلطة الفلسطينية بالأساس سترجع إلى المسيرة السلمية بقواعد قديمة، ربما بنداءات لأطراف دولية أن تدخل للعملية السلمية. هذا لا يسمى تغيير في قواعد اللعبة. السؤال الضحايا
ومكانة القدس ومكانة النضال الفلسطيني وما يرمز له تصريح ترامب لصفقة تصفية للقضية الفلسطينية. نحن لا نقرأ من القدس استهداف القدس. نحن لا نقرأ من تصريح ترامب استهداف القدس. علينا أن نقرأ استهداف وتصفية القضية الفلسطينية. سيد علي، تحدثت سيدة حنين عن تغيير في قواعد العمل خاصة فيما يخص بالسلطة الفلسطينية. كيف يمكن تغيير هذه القواعد؟ يعني باعتقاد يجب أن تتغير، يجب على السلطة الفلسطينية أن تمر مرحلة ترانسفورميشن، مرحلة تحول من سلطة لها علاقات مع إسرائيل إلى سلطة يعني مرتبطة بشعبها. يجب على السلطة الفلسطينية باعتقادي أيضا أن ترتبط في الجماهير الفلسطينية أكثر، وألا يعني في بعض الأحيان تتحكم في الجماهير الفلسطينية وفي نشاطها وفي حراكها على الشارع. يعني المفروض أن يكون هنالك واقع سياسي جديد، وبهذه الظروف يجب ويوجد واقع سياسي طبعا جديد طبعا اليوم. طبعا من المفروض أن يكون واقع، يعني ليس فقط في مجال المواقف والتصريحات وإنما في مجال الممارسة السياسية. بالإضافة إلى ذلك يجب على السلطة الفلسطينية التي هي يعني عامل، وحركة فتح لدين هما عامل مركزي في منظمة التحرير الفلسطينية، إلى إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وربط كل مركبات ومجموعات الشعب الفلسطيني في هذا النضال الواسع. بالإضافة إلى ذلك يجب التفكير من جديد باعتقادي في سيناريوهات جديدة. يعني إذا كنا قد جميعنا قلنا بأن أوسلو قد انتهت وبأنها قد ماتت ولفظت أنفاسها الأخيرة ودق المسمار الأخير وكل في يعني يستعمل البلاغة والبيان لمدى، يجب أن يكون هذه التصريحات تصريحات حقيقية والتفكير من جديد في مسارات وفي سيناريوهات جديدة لحل الصراع. يعني ملائمة سيناريو إلى واقع جديد، إلى الواقع الجديد الذي فرض على القضية الفلسطينية. حنين، ولكن ماذا عن القيادة الفلسطينية في الداخل الفلسطيني؟ هل برأيك هي تقود بشكل سليم الاحتجاجات والهبة الشعبية في الداخل؟ سأجيب على ذلك، لكن اسمح لي بملاحظة. يعني أولا نحن نقول ننتقل لواقع سياسي جديد، علينا تغيير قواعد اللعبة. تغيير قواعد اللعبة كان أيضا من الصائب سياسيا ووطنيا أن نتحدث عنه 5 سنوات، يعني وراء 5 سنوات وعشر سنوات. تغيير قواعد اللعبة ليس واقع جديد من متطلبات تصريح ترامب. نحن نتحدث منذ، قد يكون منذ أوسلو، وأنا أقول لا، واقع جديد نشأ بعد أوسلو في السنوات العشر الأخيرة. نحن حتى في فترة ما بعد أوسلو علينا أن نرى مسار السلطة الفلسطينية بعد حصار واغتيال عرفات بمنظار مختلف تماما. نحن الآن لسنا بصدد تقييم المرحلة الأولى من أوسلو المرحلة الثانية، لكن علينا أن نقول أن هنالك واقع جديد أنشأته السلطة الفلسطينية ليس من حتميات أوسلو ولا يتطلبها أوسلو. وأصلا إسرائيل تسير بسياساتها وبانتهاكاتها بمعزل عن أوسلو. أوسلو بالنسبة لإسرائيل ماتت. عندما نقول موت أوسلو، نحن لا نتحدث باسم الواقع الذي خلقته إسرائيل منذ ما بعد الانتفاضة الثانية. إسرائيل دفنت أوسلو، ليس فقط ماتت. ما بقي من أوسلو هو التنسيق الأمني، لكن ليس حتى، أنا أريد أن أذهب خطوة إلى الأمام، ليس بما نصت عليه أوسلو. التنسيق الأمني المقدس هو من سياسة السلطة الجديدة، ولكن وليس فقط التنسيق الأمني، حتى التنسيق الدبلوماسي والسياسي. يعني نحن نقول حولت السلطة القضية الفلسطينية إلى قضية دبلوماسية، هذا ليس صحيح. لأنه حتى بالخطوات الدبلوماسية يتم التنسيق ما بين السلطة وما بين أمريكا، مثلا بعدم الذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية. الآن في الداخل نحن مختلفون. أنا أريد أن أجيب الآن، نحن مختلفون فيما يتعلق بالداخل. كيف؟ لأن هذه الرؤية على تقييم أداء السلطة الفلسطينية هي رؤية مختلف عليها في الداخل. في الداخل هنالك من قبل أوسلو ونتائج أوسلو في الداخل، وهنالك أحزاب. أنا أمثل حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي كان له موقف مخالف من أوسلو بكونه لا يمثل المشروع الوطني الفلسطيني كمشروع تحرر، وأنه حول مشروع التحرر إلى مشروع دولة وإلى مشروع حدود. وبالتالي كنا ضد الحزب الوحيد ربما ضد كل المحطات التي تطورت بعد أوسلو. ولكن دور الحزب اليوم أو دور القيادة السياسية اليوم خاصة في هذا الاعتراف،
في هذا الاعتراف طبعا لا في هذا الاعتراف سياسيا لا يوجد من يعني فيش واحد مبسوط على الاعتراف لا يوجد من يريد جميعنا نقول ان هذا الاعتراف خطير وجزء من تصفيه القضيه الفلسطينيه لكننا مختلفون حول كيف اوصل الاداء الفلسطيني نفسه الى واقع يصبح فيه الاعتراف ممكن وفق التصور الأمريكي. الإدارة الأمريكية فحصت وهذه الجملة الأخيرة الإدارة الأمريكية فحصت ماذا سيكون رد الفعل ليس فقط مع السلطة مع السعودية أيضا مع الجمهور أيضا داخليا مع أداء السلطة الفلسطينية وأعطيت إشارات كثيرة. الإشارات هذه اتضح أنها صائبة لأن عليك الآن أن تسألين سؤال حول كيف تصرف السلطة خلال الثلاث أسابيع الأخيرة. قبل أن أسأل هذا السؤال دعنا يعني نتساءل ما المطلوب من القيادة الفلسطينية في الداخل اليوم؟ يعني أولا باعتقادي أنا أؤكد على ما تفضلت به الأخت حنين بأنه كان في هنالك تظاهرات كان في مسيرات كان في وقفات احتجاجية كان في هنالك أعتقد أنه لا يوجد أي شخص اليوم داخل المجتمع الفلسطيني في البلاد لم يسمع عن قرار ترامب ولا يرفضه والجميع يرفضه ولكن باعتقادي أنا كنت أتوقع أن يكون يعني سقف النضال والاحتجاج والرفض يعني أكثر كثافة وأكثر حداثة وأكثر يعني والناس تشارك أكثر في هذه الفعاليات. طبعا المظاهرات كانت يعني كان حشود كبيرة ولكن باعتقادي أنه أثبتنا في الماضي أنه ممكن أن يشارك ناس أكثر إذا الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام يعني تعاونوا ممكن إحداث تغيير لأنه هون يوجد يعني قرار تاريخي دراماتيكي خطير غير مسبوق باعتقادي ممكن أن يؤثر على الأحداث وعلى المستقبل وبالتالي يعني باعتقادي كان ممكن أن تكون القيادة قادرة على تجنيد أكبر. بالإضافة إلى ذلك يعني بالإضافة إلى استثمار وتفعيل الأدوات الاحتجاجية التي استعملناها على مدار السنوات يعني بحاجة إلى نقاش جوهري وعميق في داخل المؤسسات التمثيلية للمجتمع العربي سواء كانت لجنة المتابعة أو القائم المشترك أو في داخل الأحزاب السياسية إلى نقاشات معمقة حول يعني إلى أين نحن ذاهبون وبالتالي يعني وطبعا مع احترام خصوصيتنا ولكن يمكن رفع كمان سقف الحراك السياسي يعني إذا كنا ماذا عن المظاهرة التي كانت يعني أمام السفارة الأمريكية في تل أبيب ما رأيك فيها؟ أنا أعتقد أنه مهم يعني مهم أنه كمان أنه المجتمع الأمريكي يعرف على أنه في فلسطينيين في إسرائيل يرفضون هذا مثل ما كان كمان يعني المظاهرة أمام السفارة البريطانية في كل ما يتعلق في وعد بلفور يعني أنا أعتقد أنه العمل في المجال الدولي هو مهم والعمل في المجال الإعلامي هو مهم واليوم يعني كل العالم هو متعاطف ومتضامن مع القضية الفلسطينية ولكن باعتقادي هذا لا يكفي لأنه يعني الشيء المركزي هو الجماهير والشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال والفلسطينيين داخل إسرائيل الذين يوجد لنا يعني احتكاك مباشر مع المجتمع الإسرائيلي مع السياسة الإسرائيلية وباعتقادي لا يمكن يعني أن يكون الوضع أن المجتمع الإسرائيلي يعيش بحالة من الرفاهية ويتابع في برامج الإعلام الإسرائيلية يوميا برامج الأكل والطبيخ والرقص والأزياء وما إلى ذلك والمجتمع الفلسطيني يعني يقتل ويرزخ تحت الاحتلال وهنالك آلاف المصابين والجرحى والمعتقلين في الأيام الأخيرة وإذا انتبهنا يعني أخت مريم يعني القضية المركزية يمكن اللي أشغلت الإعلام الإسرائيلي هي قضية عهد التميمي بهاليومين اللي ضربت المعنويات وهذا مهم في عملية استحداث وسائل جديدة في النضال أيضا أخافت المجتمع الإسرائيلي نوعا ما والإعلام الإسرائيلي وهذا يدفعني لسؤالي التالي يعني تأثير التحريض في الإعلام الإسرائيلي وخاصة من وزير الأمن أفيغدور ليبرمان على الحراك الفلسطيني في الداخل. أنا أريد معلش مريم هنالك نقاط جدا مهمة علينا استيفائها وأعطائها حقها. الداخل الفلسطيني عليه أن يحمل موقف سياسي هو الموقف السياسي الوطني في قضايا وطنية كبرى لا داخل سياسي ولا ضفة ولا غزة ولا شتات هنالك شعب فلسطيني وبغض النظر عن السياقات السياسية المختلفة عندما يتعلق الأمر بمشروعك النضالي بعمق مشروعك النضالي بعمق ثوابتك لكل فلسطيني الحق بل المسؤولية في تصويب البوصلة ولكن هنالك من يعتبرنا جزءا من الشأن الإسرائيلي يعني خاصة المؤمنين في أوسلو
ليعتبرنا جزء من يعتبرنا جزء من الشأن الفلسطيني الإسرائيلي. الإسرائيلي تصويب النضال الفلسطيني يهمشه ويجعله خارج النضال وخارج المسار الطبيعي. والمهم أن تعكسي الإجماع الوطني. نحن جزء من الشعب الفلسطيني ليس فقط عاطفيا وجدانيا بل في النضال. نحن نناضل ضد مشروع صهيوني حتى من خلال مواطنتنا. نحن لا نناضل كشأن إسرائيلي كمواطنين بل أولا كأصحاب وطن وأصحاب حق وجزء من الشعب الفلسطيني. الرسالة السياسية عليها أن تكون أن التنسيق الأمني ضرب المصلحة الوطنية وحول السلطة الفلسطينية من ممثل لنضال شعب إلى وكيل تهدئة وأنها سهلت الاحتلال وأن الوظيفة السياسية للسلطة في صلبها التنسيق الأمني جعلت الاحتلال بخس وجعلت الاحتلال دون ثمن وهي كانت جزءا من المشكلة وجزء من الأزمة. هذه رسالة سياسية علينا عليها أن تكون جزء من إجماع وطني وهو إجماع وطني حتى في الضفة من خلال تجمعات مثل وطنيون من أجل إنهاء الانقسام. النقطة الثانية المصالحة الوطنية. مر 3 أسابيع منذ ترامب لم يتم التقدم قيد أنملة في مصلحة تصب لب الوجع الفلسطيني وهو الانقسام ليس فقط فيما يتعلق بتشكيل مؤسسات وطنية بل برفع العقوبات عن غزة. يعني حتى هذا المطلب. المطلب الثالث أن السلطة عليها أن تتعامل مع نفسها كسلطة خدماتية تستمر في الجانب الخدماتي. الجانب السياسي عليه أن يرجع لمنظمة التحرير الفلسطينية كممثلة لنضال شعب. القيادة التي لا تعطي أفق سياسي ولا تمثل هذا النضال وتقول أنا لا أستطيع لتستقيل. أنت لا تستطيع أن تمسكي سنعود هذا الشعب. سنعود إلى السلطة الفلسطينية ولكن دعونا أولا نشاهد هذا التقرير الذي يستعرض بعض المواقف بعد 3 أسابيع من إعلان ترامب. غليان يتواصل في الشارع الفلسطيني بسبب إعلان ترامب يترجم إلى مظاهرات واحتجاجات واشتباكات حصدت الأسبوع الماضي 4 شهداء ومئات الجرحى وأكثر من 200 معتقل بينهم أطفال. من بين المعتقلين الطفلة عهد التميمي التي تحولت إلى أيقونة للشجاعة في تحديها قوات الاحتلال بين فترة وأخرى وتنقلت وسائل الإعلام صورا لها وهي تطرد جنودا من أمام منزلها. وفي الداخل نظمت مظاهرة انتهت في مدينة سخنين شارك فيها أكثر من 10,000 فلسطيني. تبعتها مظاهرات في يافا وأم الفحم ومناطق أخرى شغلت الكثير من المؤسسات الإسرائيلية وأجهزتها الأمنية حيث تخشى اندلاع مواجهات في الداخل. وحذر بعض النواب العرب في الكنيست من مغبة إعلان ترامب وتأثيره وشاركوا في المظاهرات الاحتجاجية ما جعلهم مادة دسمة للتحريض في الصحافة الإسرائيلية وشبكات التواصل الاجتماعي حيث يتجمع الناطقون بالعبرية. من جهة أخرى أجل نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس زيارته إلى المنطقة بعدما علقت إسرائيل أمالا كثيرة على هذه الزيارة لتكريس إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل. زيارة جوبهت برفض واسع إذ رفضت السلطة الفلسطينية استقباله ودعت حركة فتح إلى مظاهرات بالتزامن مع الزيارة فيما رفضت جهات أخرى منها كنيسة القيامة والكنيسة القبطية في مصر استقبال نائب ترامب. سيد علي كما رأينا ألغيت زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس إلى المنطقة والسبب الرسمي كان ضرورة وجوده في تصويت مجلس الشيوخ على الإصلاحات الضريبية. هل برأيك السبب الغير رسمي هو تأثير ربما السلطة الفلسطينية والخطوات التي قامت بها ورفضها لاستقباله؟ يعني باعتقادي أنه كان بيرسونا نان غورتا يعني شخصية غير مرغوب فيها ليس فقط من قبل السلطة الفلسطينية التي أعلنت على أنها لا تريد أن تلتقي به ولكن أيضا شيخ الأزهر قال أنه لن يلتقي به وأيضا لم يجد أي كنيسة في البلاد تستقبله في مناسبة رأس السنة الجديدة وعيد الميلاد. وبالتالي أنا أعتقد يعني كل رغبة بينس بأن يأتي إلى المنطقة يعني باعتقادي هذا نوع من أنواع الوقاحة يعني وعدم احترام وعدم منح أي كرامة لا للفلسطينيين ولا للعرب ولا للمسلمين. يعني وإذا عدنا قليلا إلى خطاب ترامب نفسه أعتقد أنه كان مليء بالتناقضات. يعني لا يمكن أنه من جانب أنت تتحدث عن استمرار في العملية السلمية ودولتين وما إلى ذلك ومن ناحية أخرى أنت تعترف في
بالقدس كعاصمة للدولة اليهودية. فبالتالي يعني كان خطاب مهزوز، واعتقد بأن من خلال هذه الزيارة يعني ممكن مراضات الفلسطينيين. طبعا حاول ايضا ترك رسم الحدود بين رسم حدود القدس بين الفلسطينيين طبعا، ولكن كان واضح بانه يقصد بان القدس الشرقيه هي عاصمه لاسرائيل. فبالتالي يعني اعتقد ان هذا ما قال عنه المفكر الكبير علي شريعتي، هذا نوع من الاستحمار، يعني هذا نوع من الاستغباء الناس الموجود تحت احتلال. يعني انا قرات ايضا تصريح في الاسبوع المنصرم لبنس بأنه بيقول أنا أستطيع أن أتفهم الفلسطينيين الآن، هم غاضبين، ولكن بعد أكم من يوم موجة الغضب العارمة هذه سوف يعني تهدأ، وبعدها سوف نستمر. أعتقد إذا كانت السلطة الفلسطينية والجانب الفلسطيني استمر في هذه الروحية، بمعنى أنه هذه فعلا يعني إشي لأكم من يوم وبعدين الأمور ممكن تعود إلى ما كانت عليه، أعتقد بأن هذا يعني بحبش أستعمل كلمة خياني، ولكن باعتقادي أنه هذا تجاوز لكل القيم والثوابت الفلسطينية ولكل الأماني التي منحت من قبل الشعب الفلسطيني. حنين، هذا على المستوى الفلسطيني. على المستوى الإسرائيلي، يعني اعتبرت إسرائيل أن هذه الزيارة جاءت لتكرس اعتراف ترامب. ما دلالات إلغاء هذه الزيارة برأيك؟ يعني الحقيقة أن إسرائيل لم تعطي الكثير من الأهمية لإلغاء هذه الزيارة، وإسرائيل تتفهم، أنا أتفق مع علي، ربما تتفهم أن ما زلنا 3 أسابيع على إعلان ترامب، نستطيع أن نصبر قليلا، المياه ستعود إلى مجاريها. هذه هي القراءة المهمة، ليس الحدث العيني لاستقبال مايك بنس أم لا، إنما إلى أين ستؤول الأمور. القراءة الإسرائيلية حسب كل التحليلات حتى المتشائمة منها أن هذه الهبات لا تحمل قراءة جديدة وواقع فلسطيني جديد، وأن هنالك مصلحة أكثر من ذلك، أن هنالك مصلحة للسلطة الفلسطينية بالعودة إلى المسيرة السلمية. كان هنالك تصريح، أنا الآن لا أتذكر، تصريح خلال هذه الأيام لأحد المسؤولين في السلطة الفلسطينية، نحن لا نستطيع أن نخرج من العملية السلمية، لم يقل حتى من العملية السلمية بشروطها الحالية التي هي غير عادلة، لم يقل نحن علينا أن نؤكد إعادة الثوابت الفلسطينية للنضال الفلسطيني، ومن ثم عندما تكون إسرائيل حاضرة وتدفع الثمن، حاضرة إلى أن تعترف بالحكومة الفلسطينية، عندها نتكلم عن مسيرة سلمية، ولم يقل ذلك. ما زلنا في نفس القاموس. هذه قراءة إسرائيلية. هذه قراءة أمريكية مرتبطة. نحن الآن تحدثنا فقط عن إسرائيل والفلسطينيين، مرتبطة بما يحدث في المنطقة. نعم. مرتبطة في موضوع المنطقة جديد. نعم، في موضوع ما يحدث في المنطقة، يعني بعض الدول العربية كان ردها يعني أكثر من الصمت، كالبحرين التي ذهبت إلى أبعد من ذلك وأرسلت وفدا تطبيعيا تحت غطاء السلام بين الأديان. توقيت هذه الزيارة الآن؟ لا، أعتقد يعني مش بس التوقيت، هو الفكرة بحد ذاتها، بأنه تأتي وفود يعني عن طريق الجانب الإسرائيلي للقدس، تلتقي في شخصيات رسمية وسياسية إسرائيلية، ومن ثم تذهب إلى الأقصى لتطهر نفسها. يعني أنا بعتقد هون في مشكلة بالوعي وبالفكر أكثر من قضية التوقيت. طبعا أنه التوقيت هو ممكن تزامن، ممكن مخطط له، لا أعرف، ولكن باعتقادي أنه الفكرة بحد ذاتها، يعني يجب أن يعي المجتمع الدولي كله بأن القدس هي محتلة، وأن فلسطين هي محتلة، وأنه لا يمكن تطبيع العلاقة مع إسرائيل وإقامة علاقات مع إسرائيل ما دام الاحتلال موجود، لأنه أي خطوة في هذا الاتجاه هي تمنح إسرائيل الثقة في نفسها وتؤيدها على الخطوات التي تعمل من خلاله. هذا ما فعله ترامب، ولذلك نحن نرفض، ولذلك نحن، لكن البحرين كسرت هذا الإجماع. طبعا يعني كان البحرين وكان في السابق أيضا شخصيات أخرى، ويجب رفض ذلك يعني باعتقادي، وكان هنالك شخصيات بحرينية أخرى باعتقادي التي انتقدت هذه المواقف، وأنا رأيت يعني يهودي عاري وآخرين التقوا بهم في الصحفيين إسرائيليين. ولكن باعتقادي أخت مريم، يعني هون في قضية مهمة، يعني نحن نرفض هذا الوفد التطبيعي لأننا نرفض أيضا كمان ترامب. ماذا يقول ترامب؟ من نحن كفلسطينيين يعني تقصد؟ كفلسطينيين، كعرب، كمسلمين، كناس. ربما أقاطع،
تصريح رياض المالكي قبل أسبوعين، نريد من العرب أن يأتوا لزيارة ترامب، أن يأتوا لزيارة القدس. في تصريح 3 أيام بعد تصريح ترامب، كان هذا خلال مؤتمر صحفي عقدته السلطة الفلسطينية، قيل بشكل بالتالي زيارة. ماذا يعني علي هذا التصريح؟ يعني ماذا يعني؟ يعني أنه أولاً فيش إجماع داخل المجتمع الفلسطيني، وأن السلطة الفلسطينية مستمرة في بعض توجهاتها وأدائها بنفس المسار الذي كانت عليه من قبل. وأنا أعتقد أيضاً كل ما يتعلق في قضية القرار الذي كان أيضاً في إسطنبول في مؤتمر الدول الإسلامية، بحيث أنه يعني إحنا ماشيين بحسب قرار التقسيم عام 1947 181، اللي قال على أنه القدس كلها عملياً هي دولية، ولم يعترف أي طرف في العالم في أنها عاصمة لإسرائيل أو عاصمة للفلسطينيين. وبالتالي المؤتمر الذي كان هو وكأنه جزأ هذه المسألة بشكل واضح، في الرغم من أنه ترامب لم يقسمها ولم يجزئها. هم قسموها. مريم، نحن في شعبنا الفلسطيني لدينا عهد التميمي، لدينا إبراهيم أبو ثريا، لدينا شهداء، لدينا شباب، هم النموذج الذي يستطيع أن يقود هذا النضال. نحن نخسر ليس لأننا يعني لا يوجد طاقات للنضال، لا يوجد قيادة سياسية لها إرادة سياسية للنضال، يوجد قيادة سياسية عرفت مصلحتها كمصلحة ذاتية في الحفاظ على نفسها وليس كمصلحة وطنية. انقطعت عن المصلحة الوطنية. لديك شعب يستطيع أن يناضل، يستطيع أن يضحي. رأينا هذا الجيل المقدس الذي خرج في قضية البوابات الإلكترونية. القضية هي، ولكن أريد أن أعود أيضا إلى القضية العربية. وبهذا يعني غرد يوم الخميس وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد، وقال في تغريدة في تويتر: ليس من المفيد افتعال معركة مع الولايات المتحدة حول قضايا جانبية، ونحن نواجه معا الخطر الواضح والقائم للجمهورية الإسلامية الفاشية. أي بنظره أصبحت القضية الفلسطينية قضية جانبية؟ طبعا. عندما أنت تقول، عندما في المؤتمرات العربية الأخيرة تعرف إيران كالعدو المركزي، ويتم جمع 36 دولة في مؤتمر هدفه محاربة الإرهاب، وفقط 16 دولة في إسطنبول لمحاربة تصريح ترامب، المنطقة قالت كلمتها من خلال السعودية وبشكل ما مصر، أن العدو الأساسي هو إيران. هذا هو المحور الذي من خلاله يقرأ ترامب ويعيد تعريف الاستراتيجية الأمريكية. الدور الأمريكي ليس فقط تصريح ترامب، هنالك تغيير في الدور الأمريكي في المنطقة. المحامي والناشط السيد علي حيدر، وعضو الكنيسة عن القائمة المشتركة السيدة حنين زعبي، شكرا لكما. إلى هنا أعزائي المشاهدين، نصل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الخط الأخضر. أطيب المنى، وإلى اللقاء في حلقة جديدة في الأسبوع المقبل.